ولا حول ولا قوة إلا بالله. أنت إحنا باقين فيها. هذه سنة الحياة. هذه سنة الحياة. إني لله وإني إليه راجعون. الله يهدينا وصف. واحد محمد. يا رب خليش باقي في الخدمة يا أخي أنا هو خلاص هو اللي خليش باقي تما. دن الوداع الأخير بطبيعة الحال وحسرة وألم على فراق هذا الشاب من الله وإلى إليه راجعون. الله يصب الأهل ديالو الأحباب ديالو لأن كما كتشهدوا الآن لحظة ديال الدفن ديالو تاع زين الحارة الأسرة الفقيد إن الله وإن إليه راجعون. أكيد فكما كتشهدوا المقبرة ممتلئة عن آخرها الشباب اللي جاو مع هذا الشاب المرحوم اللي لقى المصرع ديالو في هذه الواقعة المؤلمة اللي هزت مدينة العريش وأكمل ليها. لأن تعازينا الحار أسرة الفقيد إني لله وإني إليه راجعون. اليوم هذا الشاب غدا يعلم الله شكون يكون. رسول الله صلى الله عليه وسلم منطقه ولا تبتليه في قبره بما لا طاحت له والحقه بنبينا عليه السلام. اللهم ان صاحبنا قد نزل اللهم
الله يرحمك الله يرحمك الله يرحمك.